إلى شأن النقابي. نقابة الممرضين صدر لها نظام معدل لمزاولة مهنة التمريض، والنقابة كانت قد طالبت بعدد من التعديلات على هذا النظام، إلا أنه يبدو أنه لم يؤخذ بها كلها، وهذا ما سنتابعه مع نقيب الممرضين خالد ربابعة. أهلا بك. مساء الخير، حياك الله يا أبو أهلا الساعة. بك أهلا بك أستاذ خالد. يعني لو تطلعنا ابتداء، لماذا كانت فكرة تعديل النظام؟ سيدي العزيز، نظام مزاولة المهنة، إحنا لما استلم المجلس الحالي نقابة الممرضين تبين لنا أنه أصلا لا يوجد نظام لمزاولة المهنة في وزارة الصحة. نعم. لمزاولة مهنة التمريض. عملنا النظام لمزاولة مهنة التمريض حتى نأطر العمل بأنظمة وقوانين. صدر هذا النظام بعام 2019 شهر 5. النظام كان في بعض الشواذ، يعني تبين مثلا منها تبين انه في ناس لا يحمل مزاولة مهنة ويمارس مهنة التمريض وخبرته سنوات طويلة جدا، يعني خبرته 15-17 سنة ويمارس العمل في الحكومة في القطاع العام وفي القطاع الخدمات الطبية وهو لا يحمل مزاولة مهنة. طبعا من شروط مزاولة المهنة انه كل الخريجين الجديدين من تاريخ صدور هذا النظام انه يخضعوا للامتحان الوطني، وهذا كان هدف من اهداف النظام، انه احنا نتاكد كما هي دول العالم كلها عندها امتحان لمزاولة المهنة، حتى نتاكد انه الممرض اللي بيتخرج من الجامعة، كلها بتتخرج من الجامعات، لكن احنا بنضمن سلامة المرضى اللي راح يستلموهم والخدمة الطبية التمريضية اللي راح يقدموها لأهلنا والمواطنين. نعم أستاذ خالد، كم عدد الممرضين؟ عدد الممرضين اللي بمارسوا من التمريض فينا مسجلين في نقابة الممرضين؟ نعم. يعني ما يقارب 38,000 ممرض وممرضة جامعي وقابلة قانونية. وهذول ينطبق عليه إنه مزاول؟ هذول يا سيدي العزيز طبعا في ناس كانوا أصلا معهم المزاولة أصلا ومارسوا المهنة. اللي تبين انهم بيشتغلوا ما معهم مزاولة مهنة، بعد صدور النظام ما يقارب 1000-1500 ممرض بيعملوا في الخدمات الطبية ويعملوا في وزارة الصحة اللي هي اصلا مصدر النظام للاسف الشديد. نعم. طالبنا بتعديل هذا النظام حتى نخرج من هذا النفق ونحل المشكلة، وقلنا انه يستثنى من امتحانات مزاولة المهنة كل من عمل قبل صدور هذا النظام، وهذا حق لهم لانه ما كان في نظام اصلا، يعني ما كان في نظام. وناقشنا المشروع طبعا في وزارة الصحة رفع عن طريق وزير الصحة مع المستشار القانوني، ناقشنا ايضا التعديل هذا النظام، ناقشناه في ديوان التشريع والرأي، واتفقنا كلياتنا مع اللجنة القانونية، والامور انتهت على انه هيك، وصدر في خلينا نحكي مسودة المشروع على موقع ديوان التشريع. نعم. واحنا كنا متأكدين انه يعني المواد ما فيها شيء، لا سياسي لا فيها ما يعني خلينا نقول يعني عليها داوت، فيها بجوز بند او اثنين كانوا تخفيض الرسوم للرخص، مبالغ يعني بسيطه، يعني بدل ما كان يدفع 30 يدفع 20، بدل ما كان يدفع 20 يدفع 10، يعني مبالغ يعني لا تذكر، يعني كانوا هذه والله بجوز يكون عليها داوت لانها تعتبر جزء من الميزانيه لانها اصلا محسوبه بالموازنه. قلنا هاي مش مشكله، احنا اهم بند والاسباب الموجبه لتعديل هذا النظام كما اوردناها بالمستشار القانوني هي مشكله انه الناس تحصل على مزاوله المهنه حتى لا يقعوا في مسائل قانونيه، لانه الان حسب قانون المسؤوليه الطبيه اي واحد بيمارس هذه المهنه مهنه التمريض ولا يحمل ممارسه مهنه وترخيص ممارسه المهنه يعتبر مخالف قانونيا. عرفت علي شلون؟ فمن هون اجى الموضوع انه احنا بدي احل مشكله زملائي اللي بيشتغلوا الان وما معهم مزاوله، لانه اي خطا بيقعوا فيه خطا طبي طبعا الخطا صندوق الخطا الطبي ما راح يتعرف عليهم لانه ما عندهم مش مزاوله، القاضي ما راح يتعرف عليهم لانه مخالفين قانون المسؤوليه الطبيه. فهي كانت مشكله، يعني مشكله كبيره. نعم. هذه اكبر سبب لتعديل هذا النظام. طيب انا طبعا ايضا كان في عندنا مشاكل بسيطه تعتبر، في ناس خريجين قدام ايام ما كان التوجيه التمريضي والتوجيه الصحي كمان هذول بالنظام اللي صدر كان مش محلول مشكلتهم، لانه كان بيقول انه الثانوية العامة فرع التمريض فرع العلمي، فهذول أيضا انحلت مشكلته. لما صدر النظام تفاجأنا فيه إنه انشالت منه هذول المادتين أو انشالوا مادتين وبقيت المادة هاي اللي هي التوجيه التمريضي والتوجيه الصحي، وظل عندي 1500 بين 1000-1500 ممرض بيعانوا ما انحلش مشكلتهم. طب يا عم يقولوا لي شو الأسباب؟ هذول 1500 يحملون شهادات؟ الآن ما بيحملوا ممارسة
مهنة، يعني ما بيحملوا ترخيص لممارسة المهنة. نعم. عرفت علي شلون؟ ليش؟ لأنهم لازم يرجعوا يخضعوا لامتحانات. طيب يا عمي هذا صار له 15 و17 سنة و20 عندي ناس بيشتغل، الآن بدي أرجع أقول له بدي أمتحنك من أول لجديد، ما راح تزبط. طيب الآن ما هي إجراءاتكم في النقابة للتواصل يعني مع ديوان التشريع أم مع وزارة الصحة؟ أنا تواصلت مع ديوان التشريع، للأسف الشديد وزير الصحة الحالي لا بيرد على التليفون من حوالي 5 أيام، لا هو ولا مدير مكتبه، للأسف الشديد. نعم. عرفت علي شلون؟ هذه مشكلة. أنا كتبت كتاب رسمي وبعثته للوزير، لمكتب الوزير عن طريق النقابة عندي. الآن أنا لا أجد ولا أعرف ما هو سبب شطب هذه المال. يعني أعطيني بس مبرر، يعني قل لي والله هاي لأنها بتأثر على الشيء الفلاني، لأنها مثلا بتعمل كذا، مشان أنا يعني لا أقنعتني ولا ناقشتني حتى. يعني أنا كملت مناقشة بديوان التشريع واتفقت أنا وياك، واتفقنا أنا كان موجود في الاجتماع المستشار القانوني من وزارة الصحة، ومستشار القانوني من نقابة الممرضين، ونقيب الممرضين، وأمين عام مجلس التمريض الأردني كان موجود معنا، وكان المستشار القانوني بديوان التشريع. أنا ما بعرف منين اتعثرت هذه المادة، مين اللي وقفها، ما بعرف وين راحت بعدين وليش توقفت، ما عندي أي سبب ولا. طيب هو أصلا لما طرح موضوع التعديل على نظام المزاولة المهنة، إيش القضايا التي تم التعديل عليها؟ يا أخي عدل لي بس الموضوع التوجيه التمريضي والتوجيه الصحي، هذول اللي كانوا بالزمانات ومعهم شهادات ناس، هذه تعدلت المادة. أنا عندي في مواد 2 أو 3 بدين تعديل وما لهن أي أثر. يعني إني أصلا يعني إحنا أكبر سبب كان من موجبات تعديل هذا النظام إني أحل مشكلة 1500 ممرض مشان يأخذوا مزاولة مهنة. نعم. ما انحلت المشكلة، يعني أنا ظليت يعني واقف محلي، ما حل مشكلة كل التعديل، يعني كل التعديل راح وتحرك، وبعدين طلع بتعديل مادي أو مادتين ما لهنش أي قيمة، يعني ما غيرن إشي بالتعديل. هاي المشكلة اللي صارت لا، وإحنا لحد الآن يعني عم نراجع في وزارة الصحة، عم نحكي مع ديوان التشريع، يا جماعة أنتوا صار في خطأ معين وقع، خلونا نرجع نكتب تعديل. قالوا اكتب مرة ثانية وخلينا نرجع نطرح الموضوع ونرجع يعني نسرع في هذا الموضوع، وإحنا بدأنا بإجراءات إنه نرجع نعدل مرة ثانية. وأنت بتعرف يعني موضوع نظام بأخذ وقت، يعني بكل تأكيد يعني ديوان تشريع ولجنة قانونية وبعدين تيتوشح بالإرادة الملكية، لكن طبعا هذول 1500 إذا ما أخذوش شهادة المزاولة يعتبر يعني مساءل. أنا بحكي لهم الآن أنتوا عم بتمارسوا المهنة يا وزير الصحة، وهي مشكلتك، عندك حوالي 800 ممرض الآن وممرضة قانوني بمارسوا المهنة ولا يحملوا مزاولة مهنة. أي قضية بتقع عليهم أو بصير في مشكلة في المستشفيات في أي مكان بنطلبوا القضاء، لا يعتبروا ممارسين للمهنة ويعتبروا يعملوا بدون ترخيص. طب أستاذ خالد، سابقا أصلا كيف كان الموضوع؟ يعني كانوا برضو يمارسوا من سنوات طويلة المهنة دون شهادة مزاولة؟ نعم صحيح، هذا اللي اكتشفناه لما جينا واشتغلنا، لقينا انه الناس بدنا نوحد الناس كلها تنعرف مين المرخص مين المش مرخص. طبعا انا عندي حسب نص القانون المسؤوليه الطبيه وحسب نظام التراخيص في وزاره الصحه راح يصير في عندي تجديد للتراخيص لعام 2023. طيب هو اصلا ما معهم ممارسه مهنه، كيف بدهم يجددوا ترخيصهم؟ نعم اتضحت الفكره. احنا يعني في عندنا مشكله للاسف الشديد، ما في يعني انت بترن على الوزير بردش، بترن على مدير مكتبه بردش، طب مع مين نتواصل؟ لمين نحكي؟ خلاص يعني لازم نروح مثلا نعمل الان اعتصامات ونوقف وكذا، لماذا الدفع بهذا الاتجاه؟ نعم، نامل بان تجد هذه القضيه طريقها للحل. الاستاذ خالد ربابعه نقيب الممرضين، شكرا جزيلا لك. تحياتي، شكرا لك.